مرحبا، رح نحكي بهذا الفيديو عن سكرين ريكوردينج. كتير في انستركتورز او خلينا نحكي الدكاترة بشكل عام بيحتاجوا انهم يسجلوا اشي موجود على الديسكتوب عندهم بخطوات معينة، سواء كان ابليكيشن هم فاتحينه، سواء كان تعليم خطوات معينة انه على ويب بيج معين فاتحين موقع معين. هذا الاشي ممكن نعمله في طريقة موجودة في الباوربوينت بسهولة. هلا أول شغلة بعملها أنا هون اليوم بدي أشرح عن الفيجوال ستوديو. بروح على الباوربوينت الموجودة أنا فيه، بختار السلايد اللي بدي أحط عليه الفيديو تبع السكرين ريكوردينج، بروح على انسرت، بختار من انسرت سكرين ريكوردينج. سكرين ريكوردينج بوديني على الشاشة اللي كنت أنا عليها. في عندي خيارات هون، بحدد أنا سلكت أريا اللي بدي الشرح يطلع فيها. ممكن أنا أختار كل الديسكتوب، ممكن أختار جزئية معينة بس بدي هاي تظهر مثلا، والباقي هاد هون ما رح يتصور معي أو يتسجل. خليني أحكي to activate المايك بليز كليك هير. طبعا لازم يكون في عندي مايك موصل على الكمبيوتر او بيلت ان على اللابتوب. اذا بدي الريكورد بوينتر اللي هي للماوس انها تظهر معي في الشرح، بعمل كليك هون. اذا ما بدي اياها تظهر بشيلها، انا بدي اياها تظهر. وهون ببلش التسجيل. هلا مجرد ما ابلش التسجيل بعمل كليك هون. اذا مجرد ما اعمل كليك هون رح يعطيني عداد 3 2 1 وببلش التسجيل وببلش انا اشرح. ريكورد 3 2 1. هلا بدا الشرح. انا هون بدي اشرح عن شيء معين في البوتستراب كلاسز. رح يظهر عندي انا كل شيء انا بكتبه. ديفيجن، بدي اخذ كوبي. خلصت انا شرح، بروح بحط الماوس اعلى. اذا بدي اوقف توقيف مؤقت بعمل بوز. اذا بدي خلص انهي التسجيل بعمل كليك على هون، يرجعني كمل التسجيل. رجعني وين؟ رجعني على الباوربوينت سلايد اللي انا عليه واعطاني هذا الفيديو. هذا الفيديو ممكن انا اكون بدي اياه يكون ظاهر في نفس الباوربوينت، علشان بعدين كل الباوربوينت احوله لفيديو فايل زي ما عملنا بالفيديو السابق. ممكن هذا الفيديو اعمله اروح عليه اذا بدي اعدل عليه اشي، بس كليك عليه بروح على بلاي باك. من بلاي باك ترم فيديو. اذا بدي جزئية مثلا معينة ما تظهر، انا ما بدي اياها تظهر، بجرب. اذا هذا طبعا هاد هون اخذ لي كل شي انا، كل تحركاتي يعمل اياها هون. لاحظوا هاي المساحة اللي انا حددتها بالتسجيل. تمام اوكي. ممكن انا اخذ هذا الفيديو كالتالي، بعمل رايت كليك عليه سيف ميديا اس، بسيبه عندي على الديسكتوب. اذا رحت على الديسكتوب بلاقيه موجود اس. هلا اذا بدي اخليه انا هون، وهون انا كنت اصلا في عندي سلايدات تانية. هاي السلايدات التانية عليها شرح معين، انه هذا الفايل كامل. بعد ما اكمل شرح اروح على فايل اكسبورت كرييت ا فيديو، بختار انترنت كواليتي، بعديها كرييت فيديو. بدي اسيفه في مكان معين، خليني اسيف على فولدر فيديو بسميه سكرين ريكوردينج. هلا هذا الفيديو اللي نتج عندي بحمله عندي على اليوتيوب شانل اللي حكينا عنها في فيديو سابق، ارجعوا له. وباخذ اللينك وبضيفه عندي على الاي ليرنينج سيستم على ماي كورس. يعطيكم العافيه.